مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء حارة إلى مائلة للحرارة، وتصل درجات الحرارة حاليا على معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر ما بين 34 إلى 37 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة أقل من هذه المعدلات بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية. رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أجواء لطيفة خلال ساعات هذا اليوم بشكل عام ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية، لكن أيضا نحب ننوه على أخواننا وأهالينا اللي في المزارع وأيضا تحديدا في المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الغربية من البلاد وكذلك الجنوبية أن الأجواء قد تكون مائلة نوعا ما إلى البرودة على هذه المناطق، خاصة في الفترات المتأخرة من الليل وأيضا في فترات الصباح الباكر، لذلك قد يحتاجون إلى جاكيت خفيف خلال هذه الفترات. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء حارة إلى مائلة للحرارة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 35 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 17%، الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا شمالية تصل سرعتها إلى 8 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا أجواء كانت صافية بشكل عام وخالية من السحب على دولة الكويت وكذلك على معظم المناطق في شبه الجزيرة العربية. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مأثر علينا بهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه، متوقع راح يستمر معنا لعدة أيام مع أجواء صافية وخالية من السحب. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة، ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية على معظم المناطق البرية، مع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أجواء صافية خالية من السحب ومتوقع راح تستمر معنا حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد، مع عودة الرياح الشمالية الغربية إلى متقلبة الاتجاه أيضا راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصل سرعتها في صباح يوم الغد ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. أجواء لطيفة في ساعات الصباح الأولى من يوم الغد، متوقع تصل درجات الحرارة في المناطق الغربية ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، وأيضا الحرارة المحسوسة قد تكون أقل من هذه المعدلات بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية، لذلك اللي في المناطق الغربية وأيضا بشكل عام في المناطق الحدودية سواء الشمالية وأيضا الجنوبية قد يحتاجون في ساعات الصباح الباكر من يوم الغد إلى جاكيت خفيف لأنهم قد يشعرون بالبرودة أحيانا. بشكل عام درجات الحرارة على بقية المناطق البرية قد تصل ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية. منتصف يوم الغد أجواء حارة إلى مائلة للحرارة، ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 35 إلى 38 درجة مئوية، هو شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، ولازلنا في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماي قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 4:31، شروق الشمس الساعة 5:50 دقيقة، وموعد أذان المغرب الساعة 5:16 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تكون مشمسة، السماء صافية خالية من السحب، أجواء حارة إلى مائلة للحرارة في فترة النهار، قد تصل درجة الحرارة العظمى ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، وأجواء راح تكون لطيفة خلال فترات المساء وأيضا خلال فترات الصباح الباكر، وقد تصل درجة الحرارة الصغرى في الخمس أيام المقبلة ما بين 18 إلى 21 درجة مئوية، هو شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بشكل عام خلال الأيام الخمسة المقبلة عدا يوم الثلاثاء، قد يكون هناك نشاط من حين إلى آخر للرياح الشمالية الغربية، قد تصل سرعة هبات الهواء أحيانا ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة. وبإذن الله وأكيد راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. أعزائي المشاهدين، الأجواء لطيفة خلال هذه الأيام ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية سواء كانت برية أو بحرية، لكن ما ننسى الالتزام بالإجراءات الصحية خلال هذه الفترة حتى نصل إلى بر الأمان. تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.